لقيت بيت يا عمو؟ لا والله يا عمو ما لقيت بيت. يا الله يرضى عليك. يلا ثلاثة اثنين برضاي عليك. لا تصرف المصاري لأنه بعرفك بتتبهنك على بطنك. لا هي ما حبيتها منك بنوب يا عمو. أنا اتبهنك بعدين هلول مو المصاري مو مصاري بنوب. مهم هلا بنرجع لموضوعنا. شو طابخين اليوم؟ يلا هلا.